التهام داكشي ديال مع الحمامين، نسال الله سبحانه وتعالى مع الاعضاء مره كيقولوا لنا وكنقولوا لهم داكشي، انا كنعتقد خصو يبقى داخل المجلس وصافي. الصحافه تخرجوا من حقها، ولكن حنا نتمنى على ربي ما نوصلوش الى شي مرحله، الا هما مشاو الان وطعنوا في قانونيه الدوره لان ما توصلوش بوثائق وكذا، داك حقهم والقضاء سيفصل، وانا ما عندي حتى مشكل. الا القضاء قال بان ديك الدوره كانت غير قانونيه غنعاودوها، نجيبوا ديك 43 نقطه ونعاودوها من جديد، واش مشكل يوقع في هادشي؟ بالعكس انا ما كرهتش نرقاونا هاد المستوى، تدافعوا وكذا، الا خطينا تمشي للقضاء تصحح لينا ونعاودوا داك الشيء ونصلحوه وكذا، وهكذا كتبنا المؤسسات وكتبنا الدول وكتبنا كذا. فانا كنعتقد المساله بيني وبين الحمامي كتبقى داخل الدوره، شنو قال لي شنو قلت له، ما كنتمناش انها توصل لشي حاجه اخرى اكبر، ولكن هو خصو يصبر عليا وانا نصبر عليه، هذا طبيعي.